السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين كده بخدعه سريعه جدا، هي خدعه ازاي تغير لون التيشيرت في الفيديو. دي الخدعه من الخدع السريعه جدا والمشهوره جدا، بس ناس كتير ممكن ما تبقاش عارفه. انا بعرف ازاي اغير لون التيشيرت، ازاي مش عارفين يعملوا الحركه. يعني هنا بتعمل مثلا حركه معاك زي اللي هو يمسك قماشه ويضربها في التيشيرت فيتغير لون القماش وهكذا. دي كلها لقطات واحده، غير لما بيكون الفيديو مقصوص معمول له كات من مكان لمكان تاني، من مكان تاني. ودي الفرق ما بينه، لان في قط يخلي ان هو يغير التيشيرت نفسه او ان هو يغير لون التيشيرت. الفرق ما بين ان هو يبقى الفيديو موحد بس لون التيشيرت بيتغير، في عمليه يغير كل المواعيد بيتكلم او ان هو بيجي يعمل حركه فالتيشيرت بيتغير بسرعه. خلينا نعرف كده سريعا الحركه دي بتتعمل ازاي. اولا انا بصور فيديو زي ما انتم شايفين كده، لازم ان يكون ملوش علاقه باللون اللي حواليك، لازم يكون لابس لون تيشيرت ملوش علاقه بالالوان اللي حواليك نهائي، علشان تعرف لما تيجي تغير اللون ما يندمجش مع الالوان اللي حواليك اللي هي نفس اللون بتاعه. ما ينفعش تكون لابس، ممكن تبقى لابس اخضر او لابس ازرق، ما ينفعش تكون لابس الوان مقاربه للالوان اللي حواليك، لازم تكون دي معلومه انت عارفها. خلينا نشوف مثلا، يعني احنا جايين هنا عملنا حركه اهي. الفكره كلها اللي احنا هنعملها ان احنا هنغير اللون ازاي على الافتر افكت. نجيب شنج تغيير اللون، بس من تغيير اللون الى لون تاني، يعني ما بلاش تغيير لون بس عشان تعمل فيديو تغيير لون بس وتحول عليه، لا هتاخد لون التيشيرت بالكامل زي كده وهتغيره بأي كان اللون اللي انت شايف ان هو المفروض يتغير. حاول تاخد اللون ده مثلا،
طبعا هنيجي في حاجة مهمة جدا، وهي ان احنا بعد ما نغير اللون ممكن تلاقي لون مختلف شوية زي كده، انت مش شايفين، هتلاقي اللون في اللون القديم لسه في موجود منه في التيشيرت. هتعمل ايه؟ هتقوم جاي هنا مثلا، هو ده الفيديو اهو، المقطع ده اللي فيه اللون كده مثلا، وهنخلي الهاي 20 كده، هيبقى غطى اللون بالكامل. نيجي هنا نخليه 20، نأكد عليه خالص، نيجي هنا وهنخليه 20، هنا برضو الأزرق في الأخضر باين منه كده، بقى اللون موحد كامل في التيشيرت. لو جينا عملنا كده جينا نشغل بقى كده، نوقف لمدة ثانية، كده هنشوف بقى زي ما حضرتك شايف كده اهو، اللون متغير تماما بتاع التيشيرت بالظبط. تقدر ده تعمله مش بس على فيديو زي كده، تقدر تعمله على اي فيديو انت ممكن تجرب فيه الموضوع ده. نفس الفكرة، تقدر تغير اللون، تظهر لون في فيديو عادي انت ماشي بيه، بس اهم حاجة يكون لون التيشيرت ملوش علاقة بالالوان اللي حواليه وموجودة. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتسيب رأيك في الكومنت وتعمل اشتراك للقناة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.